مكونات الدم. البلازما هي عبارة عن سائل أصفر من الدم تنقل المغذيات وكذلك الفضلات الأزوتية، وهي البولة وحمض البولة التي تطرحها الخلايا وتنقل الغازات التنفسية بكمية قليلة اللي هي ثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. بالنسبة للكريات الحمراء تنقل الغازات التنفسية بواسطة الهيموغلوبين، وبالنسبة للكريات البيضاء دورها هو الدفاع عن العضوية يعني عن الجسم. بالنسبة للصفائح ما هو دورها؟ شفنا باللي عندها دور في تخثر الدم، وفي حالة حدوث نزيف مثلا لإيقاف هذا النزيف. ملاحظات: الهيموغلوبين يوجد داخل كريات الدم الحمراء. شفنا باللي داخل الكرية الحمراء نصيبه بروتين الهيموغلوبين، هذا هو الرمز تاعو الاش بي. يأخذ الدم لون أحمر قان فاتح في حالة ارتباط الهيموغلوبين بغاز ثنائي الأكسجين، شفناها. وكذلك يأخذ الدم لون أحمر قاتم داكن في حالة ارتباط الهيموغلوبين بغاز ثاني الأكسجين. وأخيرا أعزائي، أتمنى أنكم استفدتم. أنتظر تعليقاتكم في الأسفل، هل فهمتم أم لم تفهموا هذا الدرس؟ ومع السلامة في حصة أخرى إن شاء الله.